طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له ويقول له يا محظوظ يا محظوظ. طيب عليه محظوظ. طب هو ازاي يا عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كانوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي. طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اساليني سؤال مباشر اجاوبك اجابه مباشره. طب اسالك سؤال مباشر؟ اتفضلي. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعا. يا سلام، كان هنا. بيت جميل واسع، 14 بلكونه واتنين برجوله كبار. وكان ايه؟ صراحه كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونه، والكيك كده جبل محطوط الناحيه دي، والسكر الناحيه التانيه، ياخد شفطه سفه اتنين تلاته يبقعهم كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينيه واحده ويدفح ويخلصنا. انا كان عايش في براح. محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حته كلهم مره واحده، توك 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 توك، والشاي وراه. شيء ايه وبتاع ايه؟ حرام عليك، دي دار الاوبرا مبنيه من الثمانينات. صح كلامك مظبوط، البنت دي فاهمه ومذاكره كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الاوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ، وبنوا الاوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقه، بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحياه ربنا، احنا زي ولادك. انا غلطت في ايه؟ الله، انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده دار الاوبرا. الاوبرا. اهدي اهدي يا نيلي، بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان. هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو تلاقيه عمل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني، شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق؟ دي مدينه كبيره. يا جاي النبي، يعني اتعمرت قوي كده؟ الدنيا بتتغير. خلاص يا عم بندق، شكرا، انا هتصرفي شارعين. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمدة الغردقة؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجة هناك. لما تلاقوه بقى سلمولي على محفوظ. شريهين، يلا يا شريهين. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي. ما عندكيش شنطة سفر؟ لا، عندي الشنطة بتاعت المدرسة، هاندي باك حلوة كده، بس لقيتها مش مستاهلة يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن تيبا من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقة دي قبل كده؟ لا طبعا، رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي فايد؟ انا كنت متأكدة انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحة قلقانة وخايفة من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه خرابي هيبهدلنا، ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي، ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق. شريهين، انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي، شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا، باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله،
ناخد معانا شوية شندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقة دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايت؟ أولاً مفيش حاجة في الغردقة اسمها شاطئ البترول. تاني حاجة انت جاية معانا ليه أصلاً؟ بقالي 12 سنة بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى أقعد على الشط كده ودلد الرجلي في المية المالحة واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه مية وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربية. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحة المتظاهر والطلوع على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام؟ الاكس بوي فريند بتاعي. قرايبكوا يعني؟ طب ومال؟ ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه ونحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد واللوكيشنات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكوا؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. ما انتش شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجي، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكاه في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. هيا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والتربنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها تربنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها تربنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوسته بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايه. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما انت السبب، انت السبب، عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر، انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبنت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي؟ ما بتنقرش، بتنبر. whatever. يا جماعه
خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار. احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك اهي، وقف. اولاد يلا يلا. معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه يا راجل. احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه؟ هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها، وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي، العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف اللي احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاجي، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عاجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عاجباني. مكتب كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا، عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر، فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي. طبعا، امال ايه. ايوه، عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيبها واحنا. انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا لا لا، ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط نيلي.